رجعنا لكم من جديد للحديث عن الفئران المنزلية. كيف احنا نحمي منزلنا من الفئران وخصوصا في فصل الشتاء؟ احنا بنعرف الفئران في فصل الشتاء بتدخل على البيوت، بتغزو البيوت، بتهاجم البيت، بتسبب اضرار. ليش؟ لانه الفئران بتهرب من المكان البارد الى المكان الدافئ او مكان مناسب حتى تعيش فيه، واللي هو منزلنا احنا. فعشان هيك اليوم راح احكي عن بعض الطرق المهمة جدا في عدم دخول الفئران المنزل. بس قبل ما احكي هاي الطرق لازم نعرف شو هو الفار. الفار من الحيوانات من الثدييات، يتبع رتبة القوارض. ألوانه رمادي بني أبيض، وله ألوان متعددة ومختلفة مثل فأر التجارب اللونه أبيض. يصل طوله إلى 7 أو 9 سنتيمتر، وزنه تقريبا من حوالي 9 إلى 57 جرام. الفئران طبعا هي سببها أو أضرارها على الإنسان كثيرة، مثل نقل العديد من الأمراض مثل فيروس الهناتة وتسبب الطاعون. يعني دخول الفار إلى المنزل بسبب قلق وخوف ورعب للعديد من أفراد البيت. يعني حتى الشخص ما بيقدر ينام في بيت وهو فيه فئران. فعشان هيك نحمي منزلنا ونتبع بعض الطرق البسيطة والسهلة حتى انه احنا نحمي منزلنا من هاي الفئران. الفئران بتتكاثر على مدار السنة، بتصل للبلوغ الجنسي في مدة تتراوح 20 الى 25 يوم، بتتكاثر اعداد كثير كبيرة. فعشان هيك الفأر من الحيوانات أو الثدييات الخطيرة اللي ممكن نلاقيها في المنزل أو المستودعات أو المستشفيات. بتسبب أضرار مادية وأضرار اقتصادية وأضرار نفسية، بتسبب تلف المواد الغذائية، بتسبب العديد من الأمراض نفس ما حكيت لكم، وبتسبب خسائر اقتصادية خاصة في المستودعات عن طريق أنها تتغذى على المواد الغذائية. الفئران أصلها تتغذى على المواد النباتية، ولكن عند دخولها للمنزل تتغذى على أي شيء ممكن تشوفه أمامها. تتبع أو لديها حاسة شم قوية جدا. دلائل، خلينا نحكي عن دلائل تواجد الفئران في المنزل. دلائل وجود الفئران في المنزل، أول دلالة إنه هو وجود البراز في المنزل. لون البراز أسود مثل حبة الرز، ولكن لونه أسود موجود في مكان تواجده. 2، أثره على المواد الغذائية أو أثره عن طريق أكل هاي المنتجات. إحنا بنشوف أو نعرف إنه في فار في البيت. 3 نقطة، وجود آثار أو رائحة كريهة في الموقع. كيف إحنا هسه نيجي لموضوعنا المهم، كيف إحنا نحمي منزلنا من دخول الفئران؟ أول إشي عمل صيانة للبيت. كيف يعني؟ أول إشي عدم ترك أي ثقوب أو ترك أي فتح في الأبواب والشبابيك. 2، إغلاق هاي الأبواب والشبابيك والتأكد من عدم وجود أي فتح فيها. ليش؟ لأنه الفار حجمه صغير، بدخل من أي ثقب أو أي شق موجود في الباب أو الشباك، فهاي يعني نركز عليها كثير. 2، الصرف الصحي، نتأكد من عدم وجود أي مخلفات في البراز في الصرف الصحي. 2، نتأكد إنه الصرف الصحي ما في أي مشكلة. 3 طريقة، واللي هي آخر طريقة، إحنا ممكن نحط بعض المصائد إذا كان في عندنا شك إنه دخل الفار للبيت. ممكن نحط مصائد ونتركها أكثر من يوم، وبيبين معنا إنه موجود هذا الفار أو لا. يعني حبيت أحكي لكم بعض هاي النصائح لوجود الفئران في المنزل. يا ريت إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف. شكرا لكم.